حينما سقط الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء على الأرض، كانوا يريدون أن يختبروا حياة الإمام الحسين عليه السلام، هل أن الإمام عليه السلام لا زال على قيد الحياة أو لا؟ كانوا يرسلون الناس للإمام الحسين، لا أحد يجرؤ للذهاب للإمام الحسين عليه السلام. فأشار عليهم أحدهم قال: اهجموا على خيامه، فإن كان فيه رمق من حياة فإنه سينهض ويدافع عن نسائه. فكانوا يريدون أن يختبروا حياة الإمام الحسين عليه السلام، وذلك بالهجوم على نسائه وعلى عياله. القوم أرادوا أن يختبروا غيرتنا، أرادوا أن يختبروا كرامتنا، أرادوا أن يختبروا حياة ضمائرنا، فقاموا بانتهاك أعراضنا، قاموا بالهجوم على دارنا، قاموا باغتصاب نسائنا. ولكن للأسف الكبير، ما هي ردات فعلنا؟ لحد اليوم لم تكن لنا ردة فعل واحدة على هذه الجرائم. انتفاضة الأعراض هي امتحان لغيرتنا، هي امتحان لضميرنا وحياة ضميرنا. انتفاضة الأعراض هي امتحان لكرامتنا،